مالك بالعادة تتأخري على الشغل؟ قلت لي استفقدك. سوري استاذ، بس صار معي صرف بالبيت ومكركب شوي. أول ما بخلص أكيد فوراً بكون عندك. إذا هيك بسيطة. أكيد استاذ، يلا بأسرع وقت بكون عندك بالشركة. نتائج شغلك كتير ممتازة. نحن صرنا حريصين عليكي. هيدا من ذوق استاذ. وأنا هلأ فوراً بيجي على الشركة وبشتغل كل الشغل اللي علي. الله معك، مع السلامة. أيوة، صرفي لي مكافأة لنجوى 50,000. ماشي. منين طلع لي هالطائر هلا؟ منين؟ أمي طلع شوف ليش خزان أبو عبده فاضي. عندي شغل، عندي شغل، ماني متزحزح من هون لخلصه. هات أنا بصد. أمي قولي له لأبو عبده إني ماني هون. شلون مالك هون وأنت هون؟ خلص أنت قولي له هو بيصدق، ما عليكي أنت. شلون بيصدق يعني؟ عفوا عفوا. قبل شوي طلعنا أنا والأستاذ ماجد على البيت وكان موجود السيد ناجي، يا ترى لساته موجود بالبيت؟ طلع. شلون؟ طلع. شلون طلع يعني؟ ما أنا صار لي ساعة واقف جنب المدخل وما تزحزحت من هون، من وين طلع؟ Ask him. اسأله. بس يرجع. تشاو. شو بدك بالبنت؟ مو بنت. هي مو بنت، مو بنت يا أمي، مو بنت. ليش ما حدا عم يصدقني؟ صدقوني يا جماعة، مو بنت هي. هي مو بنت. نظرين احسن من نظر واحد. صباح يطلع حكي طاهر مزبوط. بجوز كل شيء وارد. لا هلا هو مين يفترض يفتح لنا الباب؟ على حكي طاهر الشب مو؟ تعال نشوف اذا في حركه. دقي دقي. دقيت. شكله ما في حدا. تعي تعي. شكلك انت بعدي. فاتن مرته لماجد صاحب البيت. ايه وانا ميس جارته لماجد صاحب البيت. نجوى. اهلا اهلا. اهلا. انا وميس جينا لعندك مشان نشتري كريمات ومكياجات. اهلا وسهلا. اكسكيوز مي. تفضل. ولك انت ليش رح تتصل بفاتن وتخبرها؟ شو صار لك؟ يا استاذ لك يا عيني يا حبيبي يا روحي، انا صرت مرتاح لهذا الشاب، بعدين هذا مستاجر عم يدفع مصاري ونحن عم نقبض. لو كانت هي البنت اللي عم تجي لعنده هي اخته فعلا ما كان في مشكله، بس هي البنت هي نفسها ناجي، ما بدنا نفهم شو القصه، ليش هيك عم يساوي؟ لك انت عليم الله ما في ولا فيوز بمخك انت. عموما بسيطة، هلأ بتجي فاتن وميس وبنفهم الخبر المزبوط. روح شوف شغلك روح. هيدا الفونديشن بيرفكت بيز، بيحمي البشرة بخليها تتنفس، في منه لكل الألوان. في لإلي معناتها؟ في لكل الألوان. بيزبط بأي وقت هذا؟ هيدا في منه للصبح، في منه للسهرة، وفي منه ووتر بروف. واو ووتر بروف كتير منيح. قال اوف كورس. دخلك قديش حقال على البيت؟ ولا شيء 4000 ولإلك 3.5. عن جد؟ لا مو معقول كل هاد؟ طيب في عندك برفانات؟ شور. معلي شم؟ شور. معلي هاد؟ شميتك قبل ما تشمي. هيدي كادو. يا مو معقول يا عبس، شو بدنا نخجل. انا وخيي اتفقنا انه اهم شيء هون راحت الجيران يكونوا مبسوطين وندللهم. شكرا. في ياخذ شور. في منه الوان ولا بس هذا اللون؟ هلا اللي معي هي القطعه، بس ممكن افرجيك على الكتالوج على الوان ثانيه، على اشكال ثانيه.
كلها من صناعة نفس الشركة. حلو حلو. طيب أنا معناتها منخبر المدام ناخذ الكتالوج منك وهي بتنقي اللون اللي بيعجبها. أكيد. كثير القطافير. شوفي حبيبتي، هذا المنتج هو الحل. قبل ما تدهني المانيكيور بخمس دقائق بتدهني منه، بس تنشف بتدهني المانيكيور فوقه. المدهش انه بعد اسبوع رح تلاقي الفرق تماما، ما في نقط بيضاء وما في اي شيء، وبالعكس رح يعطي لمعان كانك عامله مانيكيور هلا. فرجيني. اظافيري بضلوا بيتكسروا، ما بعرف شو بدي اعمل فيهم. لا حبيبتي ما تخافي، الحل عندي. شركتنا متعاقدة مع مركز تجميل كتير مهم، ببعتك لعندهم وهنيك بيركبوا لك اظافير اكريليك ممتازين، وما رح تتخيلوا قديش ممكن يضاينوا معي. يا سلام، كتير حلو. ايه. فرجيني. حلوين.